عموما انا هقول لحضراتكم الازمه فين، لانه الموضوع انا عايز بس اسرده من اوله. وليه؟ مش علشان الاحداث متسلسله واحكيها لكم كلها حاجات وقائع حصلت، مش بقولها كده من وحي خيالي وبحكي، لا، هقول لحضراتكم اربع نقاط. الاربع نقاط دول بيلخصوا ايه اللي حصل. رقم واحد، باي منطق او لائحه او اي حاجه في الدنيا او في العالم تمنح الكاف ترشيح المغرب لاستضافه اربع نهائيات بطولات للانديه خلال ثلاث سنوات؟ يعني خلال ثلاث سنوات الاخيره اللي هي فيها مباراه واحده، المغرب استضافت اربع نهائيات. اعتماد قرار اقامه النهائي من مباراه واحده من الوقت ده من ثلاث سنين، المغرب اربع مرات. الكونفدراليه في 2020 جمعت ما بين بيراميدز ومين؟ ونهضة بركان المغربي. ده رقم واحد. وكانت مرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال في نفس العام، العام اللي هو بتاع الأهلي والزمالك اللي فاز فيه القضية ممكن مجدي أفشة. أدي اتنين. ثم نظمت المغرب نهائي دوري الأبطال 2021، يعني اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، وكان من المتوقع ايه؟ كل الناس قالت ايه؟ الاهلي والوداد. ولكن كايزر تشيفز كان بيلعب بالوداد، عمل مفاجاه وكسب الوداد. واتلعبت المباراه النهائيه في المغرب. ماشي. الرابعه، السنه دي للمره الرابعه بيدي الكاف تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا للمغرب، بعد ان يعني بشكل يعني اصبح خلاص فاضل مباراه، فاضل اقل من يومين او من ثلاث ايام ونعرف طرفي النهائي مين. الاغلب هيكون الوداد المغربي صاحب الملعب واللي فاز في بترو اتلتيكو في انجولا 3-1، مهمته سهله. نادي الاهلي او مهمته نقول 50-50 برضو عشان ببقى بتكلم بواقعيه. ايضا النادي الاهلي فاز على وفاق سطيف ومهمته 50-50 ايضا مع وفاق سطيف. ادي اربع نهائيات في ثلاث سنين وعايزين نسكت؟ طيب هكمل مع حضراتكم. رقم اثنين، لماذا تم تاجيل اختيار ملعب النهائي حتى اصبح طرفي النهائي معروفين بنسبه 99.9%؟ ليه عملت كده؟ يا اخي يعني الاتحاد الافريقي ده غريب جدا. ما كنت اخترت من قبل البطولة أو من قبل بلاش من قبل البطولة، لو كنت اخترت من أيام أو من وقت في شهر فبراير دوري المجموعات، كان حد قالك حاجة؟ ما كانش حد اتكلم ولا حد فتح بقه. حدش فتح بقه. لكن لماذا يذهب أو لماذا انتظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كل ده علشان يعلن القرار امبارح ولا أول امبارح؟ لماذا لم يأخذ نفس النهج بتاع الاتحاد الأوروبي؟ النهائي بيبقى متحدد قبلها بسنتين. معلش، انتوا عارفين في آسيا؟ لو جبتوا لي آخر ثلاث سنين يا شباب يبقى كويس جدا، لأن آسيا ماشي، آسيا وأفريقيا قريبين من بعض ونفس المستوى أو نفس مستوى الكرة. قولوا لي برضو آسيا، أنا متأكد إن آسيا بيختاروا قبلها بفترة برضو مهما كانت المباراة. فالحقيقة ده الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم معاكم فيه، او دي النقطة الثانية اللي بسردها على حضراتكم. النقطة الثالثة، تخيل حضرتك ان في اللحظات الأخيرة تم اقناع أوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي بسحب طلب تنظيم بقصة اعتقد ان هي قصة محبوكة. يعني انا حكيت لكم عليها امبارح، حتى يكون الطلب المغربي هو الطلب الوحيد الموجود على الساحة، وبالتالي لا تكون هناك أي فرصة ولا الاحتجاج ولا التصويت ولا لأي شيء. ده رقم ثلاثة. رقم أربعة، طبعا كلنا عارفين اللي حصل وظبط عن رئيس الاتحاد الأفريقي السابق أحمد اللي أقيل بسبب الفساد الصارخ، مش أنا اللي بقول ولكن المحاكم قالت هذا الكلام والصحف قالت هذا الكلام ويعني والفيفا قال هذا الكلام، لأنه أحمد كان وعد
احد الانديه بالفوز باللقب الافريقي الذي من وجهه نظره خسره قبل كده في أسوأ واقعة إدارية في تاريخ إفريقيا. هل ده بقى وده اللي أنا قلته، هل دلوقتي الموضوع ده بيحاولوا إن هم يعملوه؟ ما أقدرش أقول غير كده، لأن كل الشواهد بتوديني لهذا الاتجاه. هو ليه حضرتك مستني كل ده عشان تعلن امبارح ولا أول امبارح؟ هو ليه أنت النهاردة بعت جواب للمغرب وقلت لهم إن أنتوا أنا عايز أطلع المغرب بالمناسبة، والمغرب والوداد بره القصة، لأنه إخواتنا وأصدقائنا وهيظلوا إخواتنا وأصدقائنا، ما لناش علاقة، ولكن أنا ببحث عن حقي وحق جمهور الأهلي اللي هو جمهور الأهلي من الكاف. ليه تعملوا كده؟ على فكرة ما أنا ممكن مثلا، يعني خلينا نقول قصة صغيرة، لو المباراة دي هتتلعب في السنغال مثلا السنغال بعد القصه دي كلها، ويقرر الاتحاد الافريقي لكره القدم ان يتم نقل المباراه من المغرب للسنغال مثلا، هو مش ممكن الاهلي يتغلب من اي فرقه هيلعبها لو وصل النهائي؟ هو مش ممكن الاهلي ما يوصلش النهائي اساسا؟ ما هو هي دي كوره على فكره، ممكن يحصل اي حاجه، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. كره القدم فيها كل شيء، وسمعتوا كابتن خطيب قال ايه، وسمعتوا لعبت النادي الاهلي امبارح اللي كانوا معانا ضيوف قالوا ايه، وسمعتوا الحاجات دي كلها. لكن الساكت عن الحق شيطان اخرس، ومليونيات جمهور الاهلي من اول امبارح للنهارده بتعمل ملحمه كبيره جدا 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 الحقيقه، بتقول للعالم كله بص ايه اللي بيحصل هناك، سبوت لايت كده، او بيجيبوا ضوء على اللي بيحصل هناك. فخدوا بالكم هنفضل دايما ورا هذه القضية، هنفضل ورا هذه القضية.